السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي حياكم الله وبياكم في هذا اليوم العظيم وفي هذا البرنامج. أسأل الله أن يجعله برنامجا مباركا. هذا البرنامج اسمه درر من سور، واليوم معنا أطول سورة في القرآن. قال عنها صلى الله عليه وسلم: لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن سورة البقرة. هذه السورة العظيمة أحبابي في الله، من قرأها في بيته خرجت الشياطين من بيته. الآن بيوتنا تعاني من المشاكل ومن الهموم، كلها بسبب الشياطين. فإذا قرأنا هذه السورة وحافظنا عليها خرجت الشياطين من بيوتنا. أسأل الله أن يجعلنا ممن يحافظ على هذه السورة ويعمل بها أحبابي في الله. لكل من يبحث عن البركة، أين أنت من سورة البقرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن فضل هذه السورة العظيمة، سورة البقرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبها يوم القيامة. أخذها بركة وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة، أي لا تستطيعها السحرة. والله لو اجتمع سحرة العالم كله على أن يؤذوك لن يؤذوك بإذن الله، وأنت معك سورة البقرة. في سورة الفاتحة سألنا الله الهداية، وبعدها سورة البقرة. في بدايتها دلنا الله عز وجل على أعظم أسباب الهداية، وهو كتاب الله عز وجل. قال الله: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إذا أردت أخي في الله الثبات على الهداية، الزيادة في الهداية، فعليك بكتاب الله عز وجل. قال الله عز وجل لنبيه: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. قال الله: هدى للمتقين. بقدر ما تكون التقوى في قلبك تنزل الهداية على قلبك. أول صفات المتقين، أول صفات الذين سيستخلفهم الله في الأرض، صفات الذين يحبهم الله: يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يؤمنون أن الله مطلع عليهم ويراهم في أي مكان، يقيمون الصلاة، يؤدون بأركانها وواجباتها وسننها كما يحب الله في أوقاتها، ومما رزقناهم ينفقون، يؤدون الزكاة ويتصدقون بما رزقهم الله عز وجل، وكذلك يؤمنون بما أنزل إليك، يؤمنون بالقرآن والسنة ولا يشكون فيهما، ويؤمنون بما أنزل من قبلك على الأمم السابقة من الكتب السابقة والأنبياء السابقين، لا يفرقون بين أحد من رسله، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. في سورة البقرة ذكر الله عز وجل أولى النداءات من الله عز وجل لجميع الناس. قال الله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال ابن عباس: كل ما ورد في القرآن من العبادة فمعناه التوحيد. أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. كيف لا نوحد الله وهو القائل: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أعظم شيء للعبيد تحقيق التوحيد. أول بشارة في القرآن في سورة البقرة: لكم يا من آمنتم وعملتم الصالحات أبشروا،
قال الله عز وجل وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار، أنهار من خمر، أنهار من عسل، أنهار من لبن، أنهار من ماء، يفجرونها كيف ما شاءوا، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، يأتون بالثمار متشابهة الأسماء مختلفة في الطعم، وما في الجنة أعزب، ولهم فيها أزواج مطهرة طاهرة مطهرة من كل عيب ومن كل دنس، وأنتم فيها خالدون إلى الأبد، خالدين فيها أبدا. فالدنيا ساعة فلنجعلها طاعة، ثم بعدها نتمتع في جنات النعيم خالدين فيها أبدا. آية عظيمة في سورة البقرة، قال الله واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه. كلنا سوف نلقى الله، وكلنا سوف نقف بين يدي الله ونرحل إلى الله سبحانه وتعالى. نريد أن نرحل إلى الله، ومعنا الزاد الحقيقي الذي ينبغي أن نتزود به إلى الله. قال الله في سورة البقرة وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وفي نهاية سورة البقرة أنزل الله آخر آية في كتاب الله واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال الشاعر تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. تمر على الإنسان في هذه الحياة ابتلاءات ومخاوف، أرشدك الله عز وجل على منابع القوة في سورة البقرة. قال الله عز وجل واستعينوا بالصبر والصلاة تزداد بهما قوة وثبات، ولكن الصلاة ثقيلة على من لم يخشى. قال الله وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. فإذا أردت الخشوع قال الله عز وجل بعدها على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. فإذا أيقنت بلقاء الله عز وجل خشعت في الصلاة، تذكروا لقاء الله فأحسنوا الوقوف بين يديه في الدنيا. للعبد موقفين بين يدي الله، الأول في الصلاة والثاني بين يديه يوم القيامة. فإذا أحسن الأول سهل عليه الثاني، وإذا لم يحسن الأول صعب عليه الثاني. آية شقت على قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فذهب الصحابة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أيحاسبنا الله عز وجل على ما في نفوسنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهم لا تكونوا مثل اليهود عندما قالوا سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. فقال الصحابة كلهم جميعا سمعنا وأطعنا. فأنزل الله عز وجل الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة من قرأهما في ليلته كفتاه، كفاه الله عز وجل أمور دينه ودنياه. سؤال، ما هي الآية التي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأها في اليوم والليلة 8 مرات؟ إنها أعظم آية في كتاب الله، آية الكرسي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأبي يا أبي أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال أبي الله ورسوله أعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أبي أي آية أعظم في كتاب الله؟ قال أبي رضي الله عنه يا رسول الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليهنك العلم أبا المنذر، فضرب على صدره صلى الله عليه وسلم. حثنا أن نقرأها 8 مرات في اليوم والليلة، في الصباح مرة من أذكار الصباح، وفي المساء تجار من الشياطين. بعد كل صلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأها دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت، وقبل أن تنام تقرأها لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. تضمنت سورة البقرة أحكاما كثيرة، وأعطانا الله عز وجل فيها نماذج لمن استجابوا ولمن لم يستجيب. وممن لم يستجب لأوامر الله عز وجل بني إسرائيل عندما أمرهم الله عز وجل فقال
خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا. وممن استجابوا وضربوا أروع الأمثلة في الاستجابة إبراهيم عليه السلام وبنيه. إذ قال له ربه أسلم، قال مباشرة بدون تردد، قال أسلمت لرب العالمين. ثم ختم الله عز وجل سورة البقرة بأعظم ختام، وهو استجابة الصحابة رضي الله عنهم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ليكن هذا شعارنا في الحياة، سمعنا وأطعنا.